عجل ما شاء الله، اللهم بارك. الهوشتاين سميتو سلمون. سلمون اللهم بارك. من مواليد 19/2/2021 تبارك الله، اللهم بارك. شحال الوزن ديالو تبارك الله دابا؟ هذا طونو 300. اللهم بارك طونو 300، اللهم بارك في هذا الخير. هذا منين البلاصه؟ هذا الدومين. اللهم بارك فاس، اللهم بارك. خيرات مولانا كما كتشهد معنا هذا، اللهم بارك. سلاله الابرك عنده 4 سنين من الكناس، بقاو معنا نحاولوا نتبعوه بشكل جيد. هانتوما كتشهدوا معنا هذا من الكناس عنده 4 سنين، تبارك الله. اللهم بارك، اللهم بارك. وهذا الخير امامكم، سلاله الابيض الازرق البلجيكي من المكناس عنده 3 سنين، اللهم بارك. خيرات مولانا، اللهم بارك. عجل اللهم بارك. سلالة أبيض أزرق البلجيكي عنده 48 شهر، إقليم نواصر. وهذا أيضا عجل من سلالة الأبيض الأزرق البلجيكي، كذلك عنده 48 شهر، الإقليم النواصر. وهذا اللي أمامكم مع الصورة الشارولي من إقليم النواصر، كذلك عنده 48 شهر. خيرات تبارك الله، اللهم بارك. حاولوا نقربوا لكم صورة أكثر. هذا الشارولي، وهذا الخير اللي قدامكم سلالة الليموزين 48 شهر قادم من النواصر. خيرات اللهم بارك، اللهم بارك. واللي حدا أيضا من صنف الليموزين، حاولوا نقربوا لكم ما أمكن. وهذا صنف شقراء الأكيتان عنده 48 شهر، أيضا جاي من إقليم النواصر. وهذا الأبيض الأزرق البلجيكي 48 شهر من إقليم النواصر دائما. خيرات مولانا، اللهم بارك. وهذا صنف حمراء المراعي عنده 48 شهر، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. خيرات مولانا، اللهم بارك. وهذا الخير هذا الابيض الازرق البلجيكي عنده 24 شهر، ودائما هذو من اقليم النواصر. بقاو معنا اعزائي الكرام، نحاول نقربوكم. وهذا اللي بجنبه اللهم بارك، ايضا من سلاله الابيض الازرق البلجيكي عنده 24 شهر دائما كما قلت لكم من اقليم النواصر. وهذا البيومونتايز 20 شهر تبارك الله كما كتشاهدوا. وهذا اللي حداه الازرق البلجيكي 36 شهر 3 سنين دائما من اقليم النواصر. اللهم بارك. خيرات مولانا، اللهم بارك. وهذا شقراء الأكيتان عنده 36 شهر دائما من إقليم النواصر، العارض ديالو من إقليم النواصر. اللهم بارك. بقاو معنا أعزائي الكرام، كنقربوكم. هذه سلالة الساليرز عنده 48 شهر من إقليم النواصر. وهذا الخير هذا الليموزين، الليموزين شوفوا خيرات مولانا، الليموزين 48 شهر من إقليم النواصر، اللهم بارك. شوفوا خيرات مولانا، ودائما مع العجول. وهذا صنف الساليرز 36 شهر تبارك الله، اللهم بارك. وهذا نوع حمراء المراعي عنده 24 شهر، ودائما من اقليم النواصر. وهذا البيومنتايس 20 شهر، اللهم بارك. شوفوا تبارك الله خيرات مولانا، 20 شهر سلالة البيومنتايس. وبجانبه ايضا البيومنتايس في اللون الاسود كما كتشاهدوا معنا متابعين الكرام، عنده 24 شهر، اللهم بارك. هذه سلالة ديال البيومنتايس عندها 20 شهر
كما كتشاهدوا، وبجانبه هذا عنده 36 شهر دائما سلالة البليومنتايز كما كتشاهدوا. هذا ايضا من سلالة البليومنتايز عنده 36 شهر، وبجانبه البليومنتايز هذا اللي كتشاهدوا معنا عنده 24 شهر، حتى هذا ايضا عنده 24 شهر. متابعينا الكرام مليح تبارك الله، اللهم بارك. وهذا الخير هذا الابيض الازرق البلجيكي اللهم بارك، 16 شهر تبارك الله، شوفوا تبارك الله 16 شهر كيفاش داير تبارك الله، اللهم بارك. وبجواره غادي نشوفوا الابيض الازرق البلجيكي. هذه الخير هذا تبارك الله سلالة الابيض الازرق البلجيكي عنده 36 شهر قادم من نواصر، اللهم بارك. بقاو معنا نحاول نقرب لكم الصورة أكثر، كما قلت لكم الازرق البلجيكي اللهم بارك. وهذا تبارك الله الشارولي 24 شهر تبارك الله، شوفوا الخيرات مولانا تبارك الله 24 شهر الشارولي كما كتشاهدوا معنا. وهذا ايضا الشارولي 24 شهر كذلك كما كتتابعوا معنا اعزائي الكرام، 24 شهر الشارولي مليح تبارك الله اللهم بارك. وهذا ايضا الشارولي عنده 36 شهر من اقليم النواصر تبارك الله اللهم بارك، شارولي مليح تبارك الله. وهذا سلالة الابيض الازرق البلجيكي عنده 48 شهر اللهم بارك، كما كتشاهدوا معنا نحاول نقربوكم من الجوانب ديالو. خيرات مولانا اللهم بارك، ازرق البلجيكي كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. وهذا متابعينا الكرام سلالة الشقراء الاكيتان 48 شهر، خيرات مولانا تبارك الله اللهم بارك، حاول ما امكن نقربكم الصورة ديالو احسن كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام المليح تبارك الله اللهم بارك، خيرات مولانا اللهم بارك. وهذا الخير هذا مبارك سلالة البرهمان عنده 4 شهور تبارك الله اللهم بارك، 4 اشهر سلالة البرهمان من اقليم النواصر، خيرات مولانا اللهم بارك. البرهمان اعزائي الكرام كما كتشاهدوا معنا وعلى المباشر تلقاو سلالة الليموزين، وايضا سلالة الابيض البلجيكي الكرام هذا الجناح فيه سلالة الليموزين وسلالة الأبيض الأزرق البلجيكي، هادو من إقليم خنيفرة. خيرات مولانا اللهم بارك من إقليم خنيفرة. كاين اللي عنده 10 شهور، كاين اللي عنده 20 شهر تبارك الله اللهم بارك، هادو من إقليم خنيفرة كما قلت لكم. كاين السلالة ديال الليموزين الأبيض الأزرق البلجيكي ديال خنيفرة حاضرة أيضا في هذا المعرض الدولي للفلاحة، سيدي قاسم أيضا حاضرة في هذا المعرض الدولي للفلاحة بعرض أجود العجول ديالها من صنف الليموزين وكذلك شقراء الأكيطان كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، جناح خاص بمدينة سيدي قاسم حتى هي حاضرة بالعجول ديالها اللهم بارك.